لما فتحنا النادي الاهلي فتح صاله الجمباز، كنت حضرتك متواجد مع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وفتحت صاله الجمباز في النادي الاهلي، وكانت صاله يعني ما شاء الله اضافه جديده داخل النادي الاهلي. طبعا شفت الصاله دي ازاي؟ هل ممكن الاهلي يستضيف بطوله عالميه جواها ولا ايه بالظبط اللي حصل؟ هو كلنا الكواليس. هحكي لك الكواليس. ويمكن هو طبعا هقول لحضرتك حاجه، هو طبعا كابتن محمود اول بعد الانتخابات بتاعت النادي الاهلي وبعد فوزه بشهرين بالظبط جالي تليفون وطلب مني ان هو ان يبقى في اجتماع بيني وبينه. الحقيقه فعلا انا رحت قعدت مع كابتن محمود وكانت طلبات كابتن محمود واضحه وصريحه جدا. ازاي النادي الاهلي يبقى الجمباز يوصل للعالميه؟ مش بتكلم عن النشاط المحلي، ده طلب. ازاي ده كواليس كده؟ ايه ده كواليس؟ اول مره بتصرح على الهواء. على الهواء. بص ازاي يعني، اول سؤال ازاي النادي الاهلي في الجمباز يبقى من اقوى الانديه في العالم؟ ما شاء الله. قلت له فبدانا اول الكلام رقم واحد الملعب. قال لي الملعب ايه مشكلته؟ قلت له في مشكله كبيره. كويس. طب نجدد. طب ازاي؟ تعمل اجتماعات حضرها طبعا اعضاء مجلس اداره من النادي والمدير التنفيذي للنادي ومن عندنا من الاتحاد، وشكلنا لجنه وحطينا بلان للصاله واستعنا بشركات عالميه لرسم هذه الصاله، لحد ما جاء بعد كده كابتن محمود هو ده المطلوب. قلت له هو ده المطلوب. كويس. وفعلا تم التنفيذ واخدوا اجراءاتهم كنادي. كان بيتابع طبعا معانا مجموعه كبيره من اعضاء المجلس، سواء كابتن مهند دكتور مهند طبعا وخالد مرتجي وخالد رندا، الناس كلها بصراحه كانت يوميا في تواصل بيني وبينهم. وكنت بروح النادي الاهلي كتير في هذه الفتره لحد ما فعلا خلصت. لحد ما بعد كده الصاله اتفرشت، كنا متابعين معاهم لحد ما جه يوم الافتتاح. وكان انا بالنسبه لي صاله جمباز بتفتح في النادي الاهلي دي حاجه يعني بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، لان صرح كبير زي النادي الاهلي لو انا ما استغلتش امكانيات النادي الاهلي جوه لعبه الجمباز يبقى انا بخطط غلط. فده كان دي كانت هدف من اهدافي بصراحه. والحمد لله اتحققت. الصاله اللي موجوده صاله عالميه، دي حقيقة. صاله قويه جدا وانعكست ايجابيا على نتائج ومستوى اللعيبه اللي موجودين. بنطمح لاكتر؟ طبعا بنطمح لاكتر من كده بكتير قوي. الجمباز او الرياضه عامه هي استثمار. كل ما هتصرف فيه بشكل منظم ومدروس هتوصل لنتائج سريعه. عاجبني ان انت واخد الموضوع خطوه خطوه، ودايما لو بتقف عند مش بتقف عند خطوه، بتقف عند اللي بعديها تيجي على اللي بعديها كمان. هو ده احلى حاجه مع حضرتك بصراحه دكتور ايهاب. لكن خلينا نقول ان الصاله دي تستضيف بطوله عالميه ممكن. الصاله اللي جنبها تستضيف بطوله عالميه الصغيره؟ لا، اللي هي اسمها في صاله اللي هي بتاعت الجيمز. دي تستضيف مع دي تستضيف بطوله عالميه، وده كان تاني اتفاق مع كابتن محمود الخطيب. كانت مشكلتنا ان انا ان الاتحاد هيوفر الاجهزه اللي تتحط في الصاله الثانيه، وتبقى دي صاله التدريب ودي صاله او صاله الاحماء ودي تبقى صاله المنافسات لو عندنا بطوله عالميه. يبقى بطوله عالميه باسم النادي الاهلي، وده اتفقنا عليه. كانت مشكلتنا توفير الاجهزه دي جوه الاتحاد، لان انا استلمت الاتحاد ما كانش فيه اجهزه خالص في ولا فرع خالص. احنا جبنا لكل الفروع اجهزه. اخر حاجه للفني ولاد وبنات اللي هم موجودين اساسي في النادي الاهلي، دي وزاره الشباب والرياضه مع الدكتور اشرف صبحي وفرهم، ودول بمبلغ كبير جدا يعني. هو انت استلمت الاتحاد ازاي؟ انا اسف والله، هو السؤال طرح نفسه بصراحه. يعني السؤال مش قدامك. كاجهزه وادوات الاتحاد ما كانش فيه حاجه خالص. خالص يعني. اول حاجه جبناها 2 كاربت للايقاي، بساطين للايقاي، ودول جم في استضافه البطوله الافريقيه في 2018. عملنا عقد رعايه مع شركه صينيه وقدمت لنا جهازين ايقاعي زائد جهازين ترامبولين. الحقيقه ما كانوش كواليتي عالي قوي، ضعيف شويه، بس كانوا بالنسبه لي يعني نقله. الجزء الثاني الاتحاد وفر بادجت، اشترينا جهازين ايروبيك لفرع الايروبيك، وبدا ينتشر هذا الفرع بسبب الجهازين دول، وقدرنا نعمل بطولات كتير وتم توسعه النشاط. قدرنا بعد كده مع الوزاره ان انا هستضيف كاس العالم، كان المفروض مقرر له في شهر 6، هو اتاجل شويه. اتاجل قد ايه؟ اتاجل لمده ولا مستنيين بقى؟ مستنيين. احنا المفروض لشهر 9، ممكن يتاجل تاني لاخر السنه اكتر شويه، يعني لسه عايزين نشوف الامور اول مره مصر تستضيف بطوله عالم للجمباز؟
أول مرة هنستضيف كاس عالم. كاس عالم وفي أفريقيا أول مرة. جه إزاي؟ عايز أعرف. طبعا هقول لحضرتك حاجة، هو استضافة كاس عالم لشروط، لشروط كتيرة جدا. كويس. ومش بالسهل إن حضرتك تستضيف كاس عالم. أكيد. وأول سنة بتستضيف كاس العالم ما بيخشش جوه الرانك. بتبقى بره الرانك. بره الرانك. بعد ما ينجح الاتحاد الدولي بيدخله جوه الرانك. دخلك جوه الرانك، فطبعا ده تشالنج بالنسبه لنا ان احنا نعملها ان شاء الله، وان شاء الله هنعملها.